30 فاز على يانج افريكانز التنزاني 2-1 وتعادل معاه 0-0. زي ما انتم شايفين في لقطه مهمه جدا ظهرت في معسكر فريق النادي الاهلي، الروح والتبادل والالفه والهزاره بين اللعيبه، وشايفين جونيور اجاييه يعني بامكانيات هذا اللاعب وبقدراته بيساعد عمال غرف الملابس وبيلم الازايز وبيجهز الملعب وبينظف الملعب بعد ما الفريق انهى تدريباته. زي ما انتم شايفين يعني بصوا حتى الروح اللي موجوده داخل الفريق وحتى الهزار، يعني الروح اللي بتتكلم فيها وانت بتتكلم على لعيبه فريق النادي الاهلي، بص الهزار بينه وبين زمايله في الفريق، انك بعد ما بتخلص التمرين محتاج تخرج شويه عن حاله بقى الضغط العصبي والنفسي المتعلق بالمباريات الافريقيه. فروح التعاون سواء بين اللعيبه مع العمال ان هم بيجهزوا الملعب او بيفضوا الملعب بعد ما بيخلصوا التمرين وبيلموا الازايز وبيخلوا الملعب شكله ظريف بعد ما بيخلصوا التمرين، وان كمان اللعيبه مع بعضها في روح الفه كده ما بين جونيور اجاييه وميدو جابر وهشام محمد وحتى محمد شريف. اللقطات اللي زي دي ما ينفعش تعدي كده، لان القصه بالنسبه لنا فرقه الكوره يا 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 يعني القصه بالنسبه لنا فرقه الكوره، انت ما بتتكلمش على خطه وطريقه لعب وشغل تكتيك وامور فنيه بس، لا، فرقه الكوره في امور كتيره جدا بتبقى حواليها عشان تساعد الفريق على النجاح، ما بين الاستعداد الفني والاستعداد الخططي والاستعداد التكتيكي والاستعداد البدني والحاله اللي بين اللاعبين. لذلك حتى هتشوف في تصريحات عدد من اللاعبين كلام مهم جدا بيتقال عن المرحله الحاليه.